مرحبا بكم لي زامي، معايا اليوم فيديو جديد من سيتي فاطمة. غنديروا جولة في هذه البلاصة هذه وغادي نريحوا وغادي تعيشوا معايا الأجواء. ونتمنى إن شاء الله يعجبكم هذا الفيديو من سيتي فاطمة، منطقة زوينة كيف كتشوفوا معايا. مرحبا بكم معايا في هذا البلوغ. كيف الشمعة اخترت لكم ان شاء الله من سيتي فاطمة، بلاصة بصراحة زوينة الاصدقاء ديالي، مع الطبيعة مع الصوت ديال الشلال. كيف تشوفوا معايا الجلسة حداه، يلا غادي نفطر ان شاء الله، غادي نشارك معكم الفطور ديالي ونكملوا الجولة ديالنا ونشوفوا هذه البلاصة. هذه بلاصة زوينة، الواحد يجي لها يلقى فيها الراحة ديالو، حتى الكليسة ديال البلاد يعني شعبية زوينة كيف شفتو معايا في الفيديو في الأول. نتمنى إن شاء الله هاد الفيديو هذا ينال الإعجاب ديالكم، ما تنساوش الإشتراك في القناة وتفعيل الجرس، دي لايك لي كومونتير، وما تنساوش تعطيونا الرأي ديالكم على البلاصة كيفاش جاتكم. ونتمنى إن شاء الله يعجبكم هاد البلاصة. نبداو الفيديو ديالنا ونبداو السرية ديالنا ونبداو الجولة ديالنا في سيتي فاطمة. وريكا وريكا سيتي فاطمة بحال بحال. مرحبا بكم معايا في هذا الفلوق هذا. صراحة منظر زوين والأصدقاء القدام كاينة والماس حتى هي بديتا فيها زوينة، وكتزيدو شوية كتلقاو سيتي فاطمة. بقاو معايا نشارك معاكم هذا المنظر ديال نشارك معكم المنظر ديال سيتي فاطمة. تشوفوا معايا الا بغيتو تجيو ولا طريق الحال. مع الجبال مع الشلال يعني شي حاجه زوينه الاصدقاء ديالي. كاينه هاد البيوت بحال هكا، وكاين هاد البيوت بحال هكا، يعني نتوما كتختارو البلاصة فين بغيتو. بغيتو طريقة في الكراسة، طريقة في الكراسة يعني البلاصة اللي تلقاو فيها الراحة ديالكم. العائلة ديالي، بغيت نشارك معكم واحد المعلومة ما عرفتش واش نتوما عارفينها او لا. بغيت نشارك معكم في قناة مروان فلوق. ملي كنت خارج من مراكش تنقول خصني نمشي لوريكا، خصني نمشي لسيتي فاطمة، خصني نمشي لأوكيمدن، خصني نزور هاد البلايص كاملين. ولكن اللي تفاجأت ان اوريكا هي اسم المنطقة كاملة. دابا هي والماس وسيتي فاطمة وأوكيمدن جامعهم اوريكا، هي اسم المنطقة كاملة. وسيتي فاطمة اعتقولي الخوت سيتي فاطمة وكيمدن جمعهم اوريكا. دابا هادشي انا ولي دوخني وتلفني والنوامر ديالي ديال المخ ديالي الخوت تلف. ولكن قلت نشارك معكم المعلومة باش تكونوا عارفين، حيت انا اصلا جيت نقول خاصني نمشي لوريكا، خاصني نمشي لسيتي فاطمة، خاصني نمشي لأوكيمدن. ولكن الخوت قبل ما تطلعوا لسيتي فاطمة كاين واحد البلاصة سميتها والماس، تقراوها والماس في كليسة، حتى هي زوينة بحال هكا شعبية، فيها الواد جاي من الشلال، يمكن لكم تجلسوا تفطروا فيها تغداو فيها، فيها حتى هي الكرة، الكرة تا هو موجود. الخوت بالنسبة للدور ما عندكمش لما تحمو موجود، ولكن ما سولتش على الأثمنة الخوت. هو هادشي هادشي اللي عطا الله بغيت نشاركو معاكم ونتقاسم معاكم اخوتي العزاز.
العائله ديالي كيف كتشوفوا معايا قد ما نتوما طالعين للشلال كتلقاوه محلات مختصين في الطواجن كيبيعوا اللحم كيبيعوا كل شيء الخوت، ولكن ما نكذبش عليكم مادام انني جاي سيتي فهاد الموضوع الكيلومتراج باش نشوف هاد المناظر الرائعه ونشوف الجبول ونشوف الخضوره ونسمع الصوت ديال الوالد وجاي نشوف الشلال، الا خصني نريح في الارض ونعمر واتي في الارض وناكلو الطويجين في الارض داكشي شعبي الخوت بارك علينا من راه العام كامل وحنا كنمشيو للمطاعم كناكلو الطواجن في المطاعم، نبدلو الجو الخوت ونحيدو الروتين ديال العام كامل ونتشبحو الله بدا الخوت. انا بغيت نشارك معكم هاد البلايص هادي وتشوفوها معايا ومنها كنتناقش معكم على الحساب، ولكن غير قبلوا عليا انا غداوي خاوي. متنساوش تعطيونا التعليق ديالكم على بلاصة سيتي فاطمة كيف جاتكم الحباب. الخط الطريق راه صعيب بزاف، بعدا خاصو يرد البال كيف كتشوفوا معايا ها الرجيف زكو كنعيشكم معايا المغامرات اللي درت صراحة الإخوان الدنيا عامرة كيف كتشوفوا معايا مع الموسيقى ومع داكشي محاسة كتشوف الصوت ديالي كيف كتشوفوا معايا هنا كيلبسوا الناس الزي ديال الأمازيغ كيتصوروا فيه تصوير باللباس الأمازيغي التقليدي ما نكذبش عليكم الخوت الطريق صعيبة بزاف بالنسبة للناس الكبار في السن صعيبة ليهم بعدين خاصو يكون غادي ويرد البال
واخيرا وصلنا للبركة، الله يجعل البركة. وصلنا للوطا. بالنسبه لخوتي الا بغيتو تجيو بكري وبغيتو تطلعوا الفوق خاصكم تجيو شويه بكري، حيت بصراحه الدنيا عامره بزاف كي كتشوفوا معايا. الدنيا عامره، الطوموبيل على الطوموبيل. دابا راه يلا الجوج ديال العشيه وشوفوا الدنيا كي دايره. صراحة الدنيا عامرة بزاف الأصدقاء.